اعتقد وزاره الهجره النهارده بتقدمه في بدايه مؤتمر للمصريين اللي في الخارج علشان توريهم منتج رائع جدا جدا بيفكرهم ببطولات وعظمه المصريين لما بيسعدوا أرضهم. احنا محتاجين نوثق ونلقي الضوء على فتره كبيره جدا من تاريخ مصر، محتاجين جدا في اكتر وقت حوجه ليها ان شبابنا والجيل اللي موجود يعرف قد ايه الناس دي، قد ايه الناس دي كانت عندها انتماء وطنيه، قد ايه الناس دي ضحت بحياتها. مهمه جدا 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 لانها فعلا بتبني وبتنمي، مش بتبني، بتخلق الرابط الوطني ما بين الشباب اللي زيكم، اولادنا واحفادنا، لان هم دول ما شافوش اي حاجه. اول حاجه اتكلمت فيها دلوقتي مع جمعيات تانيه معانا في ميلانو ان احنا نحاول ناخد نسخه نعمل ليها سوتو تيتلو بالايطالي ونعرضها سواء للمصريين اللي في ايطاليا او للشعب الايطالي كمان.